قالوا كانوا ثلاث لوحات، انا اخترت دي لانها كانت موجوده في مصر. اللوحه دي كان كل واحد، في ناس بيستسهلوا بيجيبوا ورق ملون وبيشتغلوا قصايص معينه بطرق معينه، تكنيكس كتيره قوي. انا اخترت ان انا الموضوع ده مختلف، انا كان نفسي اشتغل كولاج، فانا هشتغل كولاج اللي هو الصح، ان انا اجيب ورق جرايد ومجلات كل حاجه. نزلت سور الاسبكيه جبت 20 مجله، نزلت سور الاسبكيه اها جبت 20 مجله. ايوه المجله يعني كل مجله بيبقى فيها صفحه او صفحتين، ده اللي انا بستفاد منها. واستخدمت هنا ورق ذهب، كان في بس وبدأت فيها حوالي، اشتغلت فيها حوالي 8 ايام، منهم 3 ايام ما كنتش بنام فيهم، كان شغل متواصل لحد ما كانت دي نتيجه. وهنا كمان في مش جرايد ومجلات بس، انا جبت لوح مطبوعه واخدت منها اجزاء، بمعنى ان دي كانت شجره في لوحه تانية اصلا، دي النوع من هو اسمه تدوير ال ريسايكلينج، اعاده تدوير الورق. كده كده الحاجات دي مش غير مستغله بشكل من الاشكال، فانا استغلتها في نفس الوقت. يعني هنا مثلا لو بصيتي هتلاقي هنا في كالندر، نتيجة هنا في بورتري مستخبي. هل ليه هدف يعني؟ هو الفكره مش في الهدف على قد ما المتعه البصريه هي اللي محتاجين تشوفوها. بس انت يعني الهدف الاساسي انك انت تعملي زهره الخشخاش اللي اتاخدت من مصر قبل كده ورجعت وبعدين اتاخدت تاني للفنان فان جوخ. ده كان النتيجه يعني، بصراحه انا كنت مبسوطه من النتيجه. يعني مثلا هنا دي كانت دي ورق مجلات، ورق مجلات وفي انواع كتيره، يعني في عربي وفي انجلش وفي دويتش وفي الماني تحت. اللي بقى في هدف يعني؟ الهدف هي اللوحه من لوحه فان جوخ اللي اتسرقت من مصر. لوحه ايه؟ لوحه فان جوخ اللي اتسرقت من مصر. من فتره. اللوحه الوحيده البنجة اللي كانت من فنان مصر يعني. تمام. بس وراحت ورجعت مره، بس تاني مره ما رجعتش، تاني مره رجع كوبي ولحد دلوقتي مش لاقينه. فاحنا يعني حاجه زي كان المشروع ان احنا نخلد لها ذكرى يعني، او حاجه زي ان احنا نقول ان احنا ممكن نعمل لها كوبي.